استاذة شيماء تتفضل. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام. كده تتفضلي يا استاذة شيماء. لو سمحت بس يا شيخنا، كنت عايزه اعرف بس القبله بتبقى منين، لاني انا ما بصليش بسبب الموضوع ده. لا انت ما بتصليش عشان انت موسوسة. لا مش موسوسه ولا حاجه، انا فعلا ما اعرفش القبله منين، انت وكذا مره اجيبها عن طريق التليفون برضو ما ببقاش فاهمه بصراحه. ما عندكيش مسجد؟ ما عندكيش مسجد؟ ما عنديش عندي بس انا مش بعرف انزل عشان ولادي صغيرين يعني كده. طيب ما عندكيش كتبتيها عن على الابليكيشن ده؟ جبتها اصلا لو وجبتها اصلا اصلا لو وصفتها لك انت هتعمل لو قلت لك شمال شرق هتعمليها ازاي؟ فالحل الوحيد ان انت يبقى عندك ابليكيشن. يبقى ظهري للشمس. انت دلوقتي عارفه تجيبي الاتجاهات في بيتك؟ اه بعرف. طيب يبقى خلاص، يبقى شمال شرق هتلاقي الابره في هذا الاتجاه. بس انت يعني انا الافضل. دلوقتي لو المكان اللي انا بصلي فيه في اوضه نومي مثلا الشمس تدخل منها، يبقى طيب ظهري للشمس، يبقى كده مظبوط. يبقى انت بتقولي ان ظهرك هيبقى للشمس، اه ويبقى وسط الركنين هي هتبقى القبله كده، ما بين الركنين كده. خلاص اه تمام. يعني هي مش بتبقى مباشرة، خلاص بتبقى بين الركنين. خلاص يعني مثلا المصلية تبقى جاية بعوجة سنة بسيطة، صح؟ بالظبط تمام كده ولا ايه؟ بين الاتجاهين، في منتصف الاتجاهين. خلاص بس انا برضو مش قادر افهم انت ازاي مش قادرة تعرفي القبلة عن طريق الوسائل الموجودة عندك. والله حاولت كذا مرة وفعلا مش عارفة، فعشان كده ما بصليش، لان سمعت انه لا عشان حرام. كده ما بتصليش؟ اه ليه ما بتصليش؟ لا انت انا ما بصليش يعني الفترة دي بالذات، عشان برضو ظروف حمل وتعبانة وكده، لكن لا لا هو لا ما فيش اي سبب يخليك ما عشان بص 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 بص, بص يا استاذ شيماء، ما فيش اي سبب يخليك ما تصليش. اه ما انا عارفة، والله عارفة، بس اسمع. انا بس عشان تعبانة والموضوع التاني عشان قصة القبلة، فانا بسمع انها لا لو لا عاملة لا قبلة يبقى احنا حرام استني بس اصلي. استني بس مش هنلزق المسألة في مسألة القبلة. لا والله هو ده طب قصدي اسمعيني. فعلا. طيب يا استاذ شيماء اسمعيني اسمعيني بس عشان نكون واضحين. انت لو انك انت مش عارفه اتجاه القبله، هتجتهدي بما تستطيع ان تصلي اليه بالوسائل اللي عندك دي، بالبوصله اللي عندك دي، وتصلي في اتجاه ده، وان شاء الله صلاتك هتبقى صحيحه. لان انت اجتهدتي، او تسالي الناس، او تسالي جوز تمام. حضرتك، او تسالي اي حد، اه ويبقى الاتجاه في نفس الاتجاه ده، ودوت اللي وصل الى اجتهادك، وتصلي على هذا الاتجاه. ماشي؟ بس ما تسيبيش الصلاه ابدا. خلاص؟ وانت طب حتى وانا لا شيخ، لو كنت مثلا بصلي في اتجاه قبله مش اللي هو الصح يعني، فالصلاه دي بتبقى حرام؟ مش انت قلتي لي ان انت مش موسوسه؟ لا لا مش موسوسه الحمد لله، مش طيب اي حاجه. خلاص، الاتجاه اللي انت صليتي فيه صلاتك مش هتبقى حرام، انت اجتهدتي، والقبله دي هي دي اللي وصل اليه اجتهادك، وانت حواليك الناس، ما تسالي الناس، اكيد انت مش محبوسه. فاسالي الناس، اسالي الناس، وحاولي تعرفي القبله عن طريق المسجد القريب، وتسالي الناس، وتستخدمي الابلكيشن اللي قدامك ودوت، ان شاء الله هتعرفي اتجاه القبله.